تقول: كثيرا ما يقع نظري على النساء في الحرم وخارج الحرم، لكنني أبعد بصري بسرعة، فهل علي إثم؟ إذا صرفت نظرك فليس عليك إثم وأنت مأجور، أما النظرة المفاجئة التي لم تقصدها هذه لا تؤاخذ عليها، أما إذا تابعت النظر عن قصد هذا حرام عليك، وما دام أنك تصرف نظرك فهذا علامة خير وأنت مأجور إن شاء الله. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. أنت غضضت بصرك والحمد لله.